نيجي بقى للأبل باي، فطيرة التفاح من الفطاير اللذيذة جدا جدا، وكمان النهاردة هنعملها في قوالب التارت الصغيرة عشان لما يكون جاي لضيف أو عندي عزومة أبتدي أن أنا أقدم لكل واحد التارت بتاعه صغنن كده ولذيذ، فإن شاء الله حتى في التقديم بتاعه يبقى حلو قوي. نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا إيه بقى؟ عندنا كوباية وربع دقيق منخول، عندنا كمان نص كوباية من السكر، 4 مكعبات من الجبنة، الجبنة الكريمي، كمان بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، و100 جرام زبدة. 100 جرام زبدة يعني حوالي نقول ايه نص كوباية او اقل شوية من نص كوباية، نص كوباية ناقصة معلقتين. الحشوة عندنا 3 تفاحات اخضر مبشور، ويفضل التفاح الاخضر ليه؟ لانه بيبقى نسبة الالياف فيه عالية شوية فما بيبقاش المية اللي فيه كتير، تمام؟ كمان الطعم اللي هو المزز بتاعه ده بيبقى لذيذ جدا. 3 معالق كبار سكر بني، ولو مفيش سكر بني هنستخدم سكر عادي جدا ونضيف عليه معلقة عسل اسود. 1 معلقة كبيرة من الزبدة، 1 معلقة صغيرة من القرفة الباودر، دي الحشوة. الوش عشان نلمع وش التارت هنحتاج بيضة و1/4 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. للتقديم بقى ممكن نحط بقى سكر باودر، ممكن نحط صوص كراميل، ممكن نحط كمان ايس كريم زي ما انتوا عايزين. بينا نبدا على طول، تعالوا نشتغل في الحشوه، وعلى بال ما الحشوه تستوي او تتكرمل نعمل مع بعض العجينه. بدايه كده هاخد التفاح، الزبده، السكر والقرفه كلهم ونحطهم في طاسه على النار علشان يبداوا يتكرملوا مع بعض كويس. بسم الله. ومكعب الزبدة، أحط كمان السكر، ومعلقة صغيرة من القرفة. طبعا الميكس ده بيبقى رهيب جدا جدا، بيدي طعم حلو قوي. هقلبهم مع بعض. حطيت كل المكونات، قلبتهم مع بعض، هيبتدي بقى التفاح ينزل السوائل بتاعته والسكر والزبدة وكله بقى يتكرمل مع بعضه ويدينا ريحة وطعم جنان. بصراحة الريحة بدأت تطلع من دلوقتي والطعم في النهاية بيبقى رهيب. ممكن على فكرة نزود السكر أكتر من كده، 3 معالق على 3 تفاحات، نخليهم 6 معالق أفضل لكل تفاحة كده معلقتين علشان يدينا في الآخر إيه صوص حلو. أنا محتاجة 3 معالق كمان سكر. زي الفل. بينا بقى نشتغل في العجينة نفسها بقى. عندنا بقى العجينة مكوناتها بيض وجبنة كريمي وزبدة والفانيليا، هبتدي اخدهم والسكر طبعا، هبتدي اخدهم كلهم مع بعض واضربهم كويس جدا. تعالوا ننزل يلا الاول بالزبدة. بسم الله. يلا ايه دي مقدار الزبدة، قلنا نص كوباية ناقصة معلقتين، وحط عليها السكر، هضربهم شوية الأول. بس قبل ما نضربهم تعالوا بينا إيه نزود السكر على التفاح علشان يتكرمل مع باقي المكونات. معلش هنظبط المقدار، بدل 3 معالق سكر هيبقوا 6 معالق سكر، بمعدل 2 معلقة سكر لكل تفاحة، تمام؟ زي الفل. هايل. يلا سايبين التفاح بيتكرمل ويلا بينا بقى نضرب الزبدة مع السكر. بسم الله. بينا ناخد بقى الجبنة، 4 مكعبات جبنة كريمي، والبيضة، وكمان الفانيليا، وحط ذرة ملح بسيطة جدا، بما اني بقى بعمل معجنات حلويات لازم ذرة الملح عشان تظبط معايا وتبين الطعم. بس كده فاضل معانا ايه؟ الدقيق. هضرب دول بس كويس مع بعض وبعدين ابتدي احط الدقيق. يلا بينا.
زي الفل. خلاص خلطنا كل المكونات مع بعض فيما عدا الدقيق. تعالوا بينا بقى نضيف الدقيق ونلم المكونات بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق طبعا لازم يكون منخول كويس. هبتدي بقى الم. دي كوباية وربع من الدقيق. هايل جدا العجينة. تمام. لو حسيت ان العجينة ملزقة قوي تقدر انك انت تضيفي معلقة او اتنين من الدقيق. انا شايفة ان هي تمام جدا. الزبدة مع حرارة الجو اللي احنا شغالين فيه مع حرارة ايدينا هتلاقيها فكة شوية، فهتحطي العجينة. طبعا مش محتاجين عجن كتير، الموضوع مش محتاج عجن خالص، مجرد ان انا بس ايه المكونات تمتزج مع بعض والدنيا زي الفل اهي زي ما انتم شايفين. هعمل ايه عشان العجينه تتماسك شويه مع بعض؟ هحطها في التلاجه شويه، هلفها في كيس واحطها في التلاجه تمسك نفسها كده. طبعا لما تخش التلاجه الزبده هتمسك، فبالتالي هتلاقي العجينه كلها بقت متماسكه. تيجي تفرديها معاكي بعد كده هتلاقيها بتتفرد بكل سهوله. بينا بقى نسيب دي ونجيب اللي احنا مريحينها في التلاجه علشان نبدا ان احنا نفردها. تعالوا بينا بقى هنفردها ازاي. هبتدي افردها ما بين كيسين تلاجه مفتوحين. في مفتوح ولا افتح؟ لا في مفتوح. وعندنا بقى النشابه. فين النشابه؟ بينا بقى انا حطيت خدت جزء من العجينه وبدات احطه ما بين كيسين ثلاجه مفتوحين وابتدي بقى افرد العجينه بتاعتي. هنفردها بسمك كده حوالي نص سنتي او اقل حاجه بسيطه. ما ننساش ان احنا حاطين القرفه بالتفاح بالسكر بالزبده على النار وكده بقوا تمام اتكرملوا والسوائل قلت منهم خالص اهو. بصوا تحفة. هرفعهم من على النار. خلاص يلا بينا كده الحشوة بتاعتنا جاهزة ريحتها قلبة الدنيا. نكمل بقى العجينة بتاعتنا نفردها. بسم الله. نقدر نعمل الابل باي فطيرة واحدة كبيرة، نقدر نعملها طرطات صغننة أو فطاير صغننة زي ما تحبي. طبعا لو ضيوف وكده الأفضل إن هي تبقى وحدات صغننة علشان يبقى كل واحد ياخد الطرط بتاعه. أما لو إحنا أسرة مثلا وهناكل سوا مفيش مشكلة، يا واحدة واحدة على بعضها ونقطعها براحتنا. بإيديكي كده هتبتدي تحسي إن العجينة متساوية، ده اللي إحنا عايزينه. خلاص الدنيا تمام. تعالي بينا بقى نرفع ده وأجيب قوالب الطرط. أهي دي متوفرة جدا عند محلات مستلزمات الحلواني. ونبتدي بقى ايه نقص بيها بالشكل ده. تمام. ونبتدي نضغط كده ونسكنها. حاضر نسكن. تمام. ونبتدي نعمل واحدة كمان. طيب بعد ما بنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا بنعمل ايه؟ نتأكد بس كده انها اتقطعت. نقلبها ونسكنها. تمام. خلاص خلص كل الكمية بالشكل ده. هجيب شوكة وابتدي اخرمها. ليه؟ علشان ما تقبش معايا. تمام كده. فرني شغال على 180، هندخل على الرف الوسطاني. يبقى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. احنا عاملين شوية هنا قبل الهواء اهو. فابتدي وطرونا بقى. لا هو الصاج يا دوبك على قدهم فاحنا مش هنحط معاهم حاجة تاني. خلصنا الصاج، هنبتدي نحط الصاج في الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لغاية ما ياخد لون أشقر بس عشان أطلعه وأحط الحشوة. يلا بينا. مجرد إن الأطراف تاخد معايا لون خفيف كده هروح مطلعه على طول
علشان ابدا احط الحشوه وادخله مره تانية. يبقى على 180 على الرف الوسطاني ياخد لون اشقر فاتح خالص من الاطرف، واروح مطلعه على الابل باي. حطينا الوحدات بتاعته في صاج ودخلناها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني لغايه يا دوبك تاخد لون اشقر. تعالوا نبص عليها بصه بسرعه كده زي الفل. هنطلعها بقى علشان نبتدي نحط عليها الحشوه اللي احنا عملناها مع بعض. هايل، بصوا معايا يا دوبك لون كده ايه اشقر فاتح باين معايا من الجوانب، هو ده المطلوب. بينا بقى ناخد من الحشوه الجميله حشوه التفاح بالقرفه، وابتدي احط كده مش قادره اقول لكم بقى الحشوه دي بتبقى لذيذه قد ايه. احنا لسه هندخل الفرن مرة تانية بس بعد ما نحط الحشوة تمام، ونحط كمان نزين بقى القوالب بتاعتنا او الفطاير بتاعتنا بالعجينة برضو. نقطع كده من العجينة اشكال ونحطها على وش كل واحدة. ريحة التفاح بالقرفة رهيبة ما شاء الله بجد. فاضل عندنا اتنين. اخر واحدة. بسم الله. لما بقى كله يا سلام. الحشو جه على قد وحدات الابل باي، ودي حاجه تبقى بالنسبه لنا كامهات او ناس شغالين في المطبخ يعني بنفرح قوي لما كل حاجه تيجي مظبوطه كده. يلا بينا بقى مقطعين زي ما فردنا العجينه بتاعتنا ما بين كيسين ثلاجه. بنبتدي نقطع بقطعات صغننه، مثلا نجمه بالشكل ده تمام كده، او قلب بالشكل ده برضو، او شرايط زي ما تحبوا. انا عندي بقى هنا جاهز متقطع، هبتدي ارص بقى كده على طول. ايه رايكم؟ حلو الشكل ده. ممكن نديها كلها، الطرف كله نجوم. سوي بس كده الحشوه علشان ايه لما احط الدنيا تبقى تمام. ممكن ناخدها كلها قلوب. هنلمع بقى وش الابل باي بايه؟ زي ما قلنا معانا بيضه ومعانا فانيليا معلقه صغيره. هبتدي اربهم مع بعض عشان المع بيهم وش الابل باي قبل ما ندخله الفرن. تعال نحط في النص نجمه. هيل. يلا خلصنا. يلا بينا بقى ندهن الوش علشان ندخل على طول الفرن ويكمل بقى التسوية بتاعته، واللي على الوش ده كمان يستوي وياخد اللون ويطلع بقى نقدمه بألف هنا. تعالوا نرب البيضة ونجيب فرشة. زي ما قلنا في معلقه صغيره فانيليا عشان ما يبقاش فيه زفاره للبيض، وارب البيضه. يلا
هنلمع ايه بقى؟ هنلمع العجين اللي احنا حطيناه، الاشكال اللي احنا عملناها على الوش، عشان لما تخش الفرن تلون كده وتدينا لون لطيف ولمعه حلوه. موضوع بسيط جدا، والكمية بتطلع كمية حلوة قوي، يعني المقدار اللي احنا عاملينه بيطلع كمية لطيفة جدا. والموضوع زي ما انتم شايفين سهل سهل جدا، عجينة ما بتخمرش ولا حاجة، بترتاح بس ايه نص ساعة كده في التلاجة، عشان زي ما قلنا الزبدة كده ترجع تتماسك وتعرفي تفردي وتشكلي بقى براحتك. خلصنا، يلا بينا، فرننا شغال على 180 مكملين. هندخل الصاج علشان يبتدي ياخد لون بقى من على الوش. زي الفل، خلصنا خلاص الابل باي. ده الابل باي بعد ما بيخلص اهو، شايفين لمعته وجماله، تحفة جدا، ولا طعمه بقى حكاية. تمام، بدأ اهو ياخد اللون الذهبي، هنسيبه يكمل لغاية ما يلون خالص، نقفل يلا عليه. شغالين على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. خلصنا الابل باي، طلع من الفرن واخد اللون. تقدري زي ما قلنا تقدميه بالايس كريم، ممكن كمان نزين كده بصوص الكراميل. طبعا الكراميل مع التفاح والقرفه والايس كريم كمان بيبقى رهيب جدا. كمان نقدر نزين بسكر باودر، يعني عندنا اهو التارت بعد ما طلع من الفرن، سيبه بقى يهدى شويه صغيرين، وبعدين نبتدي نرشه بالسكر البودر علشان برضو يديله شكل حلو جدا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة بسيطة خالص، مش عايزين برضو نخفي الشكل الجمالي بتاع التارت، هايل. وننقله بقى هنا، بسم الله، بس كده.